أنا أسأل عن تجديد الخطاب الديني الآن الذي قاله السيسي، يعني لماذا في رأيك لم يتحقق هذا الكلام؟ هل المؤسسة الدينية في مصر تمنع ذلك؟ الأزهر قوة رجعية خطيرة، الأغلبية في بعض في الأزهر متقدمين جدا جدا، بعض أساتذة، لكن الأزهر كمؤسسة رجعي ولو أجندة رجعية. طب السيسي طلب أن الطلاق الشفوي يمنع، ودي كانت خطوة مهمة جدا. الخطأ أنه يطلب من الأزهر، المفروض يطلب من الناس. ماذا يجب عليه أن يفعل وهو رئيس الدولة؟ هو المفروض يخلي الناس هم اللي يخرجوا ضد الأزهر، لكن هو لما بيخاطب الأزهر ويقول أنا عايز الأزهر يجدد الخطاب الديني، طب إذا كان الأزهر مشكلة، الأزهر لديه سلطة أيضا على الناس، يعني هناك يعني أرضية كبيرة للأزهر كمؤسسة دينية بين صفوف الشعب المصري. أنا طلبت في القاهرة، يعني أصل مش الشطارة إن أنا أنقد السيسي في لندن، لكن الشطارة إن أنا أنقد السيسي في القاهرة. وأنا قلت إن السيسي يجب ألا يتراجع أمام القوة بتاعت الدين والأزهر. كل الأديان محتاجة إلى تجديد، لأنها لا تواكب العصر خالص، فلازم كلها تجدد. لكن مين اللي يجددها؟ هل الحاكم؟ هل رئيس الدولة؟ رئيس الجيش؟ هل الأزهر؟ لا، الذي يجدد الخطاب الديني هو الناس، النخبة المفكرة، يعني ثورة ثقافية أو اجتماعية. هذه الثورة الثقافية لم تحدث. يعني مشكلة الثورة المصرية إيه؟ إنها كانت عايزة تشيل مبارك بس، مش عايزة تعمل ثورة ثقافية في العقل والمخ. فهو ده اللي خلاها كمان بيبقى من السهل إجهاضها. أمال تجديد الخطاب الديني يعني إيه؟ يعني تغيير النصوص، بما في ذلك النص القرآني مثلا؟ طبعا، والإنجيل والتوراة كله. مفيش نصوص إلهية هذه، يعني لا لا ليست نصوص. هي يعني في مدرسة في الإسلام كبيرة جدا بتقول إذا تعارض النص مع المصلحة غلبت المصلحة على النص، لأن المصلحة متغيرة والنص ثابت. النصوص دي ثابتة، مفيش نص في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة يبقى ثابت، مفيش ثوابت في الأديان، لازم تتغير. تجديد الخطاب الديني يعني إيه؟ يعني تغيير الثوابت. طب كيف يمكن تغيير نص أنزل كما يؤمن المسلمون مثلا؟ أن القرآن وحي أوحى، كيف يمكن تغييره؟ لا لا لا، بتغير القرآن. يعني لو شفتي القرآن دلوقتي هتلاقي فيه آيات سقطت كثيرة، لأنها تعارضت مع المصلحة، زي الرق نسخت. اقري القرآن هتلاقي فيه آيات عن العبودية. مفهوم الله عندي هو العدل. طيب الملايين شيء يتناقض من العدل يبقى مش في الدين، يبقى ملوش علاقة بالله، خدتي بالك؟ وهو ده لازم نعلمه الأطفال.